أحد القادة الميدانيين لجماعة الحوثي، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الشهود عيان بأن الطرفين قد حشد آلاف المقاتلين في مناطق المواجهة. الحوثيون وفقا لتقارير حققوا تقدما على الأرض خلال المواجهات الأخيرة شمال اليمن، بعد أن تمكنوا من السيطرة على مدينة حوث وأيضا منطقة الخمري في محافظة عمران التي تقع عند هذه النقطة، وذلك قبل عملية ترسيم حدود الأقاليم التي ستشكل الدولة الاتحادية الجديدة. تكمن أهمية منطقة الخمري هذه المنطقة التي تبعد حوالي 90 كيلومترا عن مدينة خمر عند هذه النقطة، كونها تضم المنزل العائلي لآل الأحمر، طبعا زعماء قبائل حاشد وأكبر تجمع قبل في اليمن. كما تبعد أيضا مدينة حوث نحو 180 كيلومترا عن العاصمة، فهي تكون شمال العاصمة صنعاء. كانت المعارك بين الحوثيين من جهة وأيضا السلفيين وآل الأحمر من جهة أخرى قد امتدت رقعتها في الشهور الأخيرة طبعا إلى محافظة الجوف على الحدود مع السعودية، وأيضا محافظة حجة عند هذه النقطة على البحر الأحمر، وعمران في شمال صنعاء التي أشرنا إليها سابقا، أيضا هنا عمران، وأيضا إلى منطقة أرحب في شمال اليمن. كذلك أيضا محافظة صعدة شمالا هنا أيضا سيطر عليها الحوثيون في السابق. أما بالنسبة للقوات اليمنية فهي انتشرت مؤخرا في صعدة شمال اليمن لمراقبة طبعا وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحوثيين وأيضا السلفيين في منطقة دماج. هذه المنطقة التي تحوي على مركز تعليمي ظل لعدة سنوات موضع نزاع بين الطرفين. وسمح أيضا مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى قبل أيام وشاركت فيها القوى السياسية بتحديد العناوين العريضة للدولة الجديدة إلى أنه يجب الانتهاء أولا من عملية ترسيم حدود الأقاليم ومنها أيضا إقليم الشمال. الأمر أيضا يعرقل تصعيد العنف بين الحوثيين وخصومهم كما ذكرنا وأشرنا في هذا التقرير.